هو جماعة مصر ليه مكتوب ان اللي يحكمها دايما يبقوا ضباط جيش او عساكر؟ يعني ليه ما ينفعش يحكم مصر مثلا واحد زي واحد زيك، واحد مثلا خريج طب، واحد خريج اقتصاد وعلوم سياسية؟ ليه دايما الناس اللي المفترض ان هم يبقوا رؤساء يعني لمصر هم ضباط جيش؟ ليه بقول الكلام ده؟ لان الحقيقة امبارح المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر اللي هو تيار سياسي جديد كده مشارك في القصة، اللي هو امينه العام هشام قاسم اللي اتحبس، السيد عماد جاد، طلع قال تصريحات هو قال انها تصريحات شخصيه، يعني ده مش بيعبر عن التيار بتاعه، ده بيعبر عن رايه هو. قال ايه السيد عماد جاد؟ قال لك اخوانا والله انسب واحد يترشح للرئاسه والرجل المناسب في المكان المناسب والعقل السليم في الجسم السليم هو معالي الفريق محمود حجازي. مين محمود حجازي ده يا استاذ عماد؟ محمود حجازي للي ما يعرفوش هو صهر الرئيس الحالي. نسيبه يعني أسرة مع بعضينا، على رأي خالد الصاوي في فيلم الباشا تلميذ للي اتفرجوا عليه. فمحمود حجازي اللي هو أسرة مع بعضينا مع عبد الفتاح السيسي اللي هو رئيس الدولة الحالي. محمود حجازي كان مدير المخابرات الحربية بعد ما السيسي ساب المخابرات الحربية. محمود حجازي اللي كان رئيس أركان القوات المسلحة وبعدين السيسي طلعه معاش. محمود حجازي اللي كان عضو المجلس العسكري أيام ثورة يناير وبعد ثورة يناير وبعد اللي حصل في 2013 والعشر سنين اللي فاتوا، هو جزء أصيل من المنظومة وجزء أصيل من اللي السيسي بيعمله وجزء أصيل من الحكم وجزء أصيل من المشاكل اللي احنا وصلنا لها، وكان ماسك ملفات رئيسية في البلد في الكام سنة اللي فاتوا. السيد عماد جاد شايف ان محمود حجازي هو الامل اللي احنا كلنا المفروض نقف وراه ونقول محمود حجازي رئيسا لمصر، نعم لترشح محمود حجازي رئيسا لمصر. فيا جماعه الخير والله مصر ممكن يحكمها ناس ما يبقوش عساكر، عادي والله، جربوها في دول تانية ونجحت. يعني جربوا ان ناس عاديه جدا كده عندهم كفاءه يترشحوا ويكسبوا ويحكموا ويبقى حكم مدني ديمقراطي. احنا ليه مش عايزين نجرب؟ وليه جايب لي واحد كان جوه المطبخ بتاع السيسي العشر سنين اللي فاتوا وتقولي والله هو ده بقى الوجه الجديد الجميل اللي يلا ندعمه يا جماعه؟ انا مش عارف الحقيقه، هل ده جس نبض من المؤسسه العسكريه المجلس العسكري؟ لان كان في معلومات بتقول ان محمود حجازي قدم طلب للمجلس العسكري فعلا من كذا شهر وتم رفض الطلب ده من المجلس العسكري، وكان في نقاش كده ومعلومات اتقالت في الفتره دي من 3 شهور تقريبا. فهل محمود حجازي المجلس العسكري بيجس نبض الناس؟ هل السيسي موافق على الكلام ده؟ هل بيشوفوا رد فعل الشعب المصري هيبقى ايه؟ مواقع التواصل هتقول ايه؟ هل محمود حجازي عايز يترشح فعلا؟ هل في جوه المؤسسه العسكريه في لخبطه؟ هندعم السيسي ولا هنشوف حد غيره؟ دي كلها اسئله الحقيقه وارده، لانه الطرح بتاع عماد جاد طرح غريب جدا لكن توقيته مثير للانتباه.